يلي من سنوات عديدة جدا كان غلافه الجوي شبيه بالغلاف الدراسات والداتا يلي ممكن نحللها ومتعلقة بكوكب المريخ عم بتقوموا فيه كمهندسي أنظمة بمركز بداية قدامهم تحليل الداتا حتى يكون عنا ذكرتي شيء مهم جدا أن نعرف شو يثبت أن كان في مجال أن كوكب الأحمر نعم طبعا شيء مهم أن نعرف شو اللي حصل للكوكب الأحمر اللي نشوف عليه اليوم فبهذا المنظور ممكن يساعدنا الدراسات اللي تقدمها مشروع مسبار الأمل كيف إن شاء الله نتفادى هذه المشاكل نعم حتى ما يصيبنا يلي صار الكوكب الأحمر صح؟ بالضبط. طيب طبعا عالم الفضاء العالم المداري عالم يعني واسع وما له حدود قد ايه بتحسوا عليكم مسؤولية انه تحللوا كل هالداتا الكم الضخم من الداتا يلي عم يوصلكم حتى بالمستقبل يكون افضل يعني what's next طبعا يعني هذا يمكن من المراحل الصعبة في المشروع وخاصة ان الجدير بالذكر ان الفريق اللي يشتغل على هذا المشروع حتى فريق يسوي هذا المشروع لاول مرة نعم ويمكن هذا بعد جزء كبير من مشروع مسبار الامل مش كان فقط الفكرة استكشاف الكوكب الاحمر كان جزء كبير منه لكن جزء كبير اخر من المشروع القدرات والمعلومات هذه كيف تكون موجودة عندنا في الكفاءات الإماراتية نعم. الشابة من البنات والشباب الموجودين في المشاريع المختلفة واللي هو من مشروع مسبار الأمل وطبعا يعني مسؤولية جدا كبيرة وأمانة جدا ضخمة على هذا الفريق من أشياء مختلفة من كيف ممكن أن يحللون المعلومات من كيف أن هذا العلم اللي اكتسبوه يبدؤون ينقلونه للأجيال القادمة لكن الحمد لله الفريق جدا متحمس والفريق يعني له شغف كبير في هذا المجال نعم. فمو بشيء صعب بالنسبة له إن شاء طبعا الله طبعا تحت إدارة القيادة الرشيدة يلي من خلالها بتستمد العزم لأنه ما في أي أمر مستحيل كرمال هيك أنتم موجودين اليوم بجناح الإماراتي وطبعا كإماراتيين موجودين ضمن جناح الإمارات العربية المتحدة ولكن ببلاتفورم عالمية مثل إكسبو 2020 دبي حتى توصلوا هالرؤية وهالأفكار لأنه رح تشاركوا كمان كل هالمعلومات مش بس كدولة على صعيد دولة وإنما مع العالم قد ايه بيعني لكم تواجدكم اليوم ضمن إكسبو 2020 دبي. طبعا هذا الشعور صعب جدا اني اشرحه يعني انا سمعت حتى شفت المشروع هذا كموديل موجود في إكسبو قبل ما اني انا اشوفه نعم ويعني الصدى اللي تركه للناس اللي كانوا حابين يشوفون المشروع نفسه وللاسف يعني يمكن في 2020 كانت عندنا خطط اخرى باتجاه الاطلاق لكن الامور اللي كانت علينا وال يعني الظروف الاستثنائية اللي كان عم تعيشها الأرض نعم. فللأسف يعني الزوار والناس اللي كان ممكن يشوفون المسبار على حقيقته في مركز محمد راجل للفضاء ما صار لكن اليوم يعني هذا جدا مشابه نموذج واحد على واحد نعم. مجسم نفس القياس نفس الشكل فيعني لنا الفخر وأنا صراحة أفتخر أني أكون جزء من هذا المشروع ويكون لي لو بصمة بسيطة في إكسبو 2020 ونتكلم عن الزوار عن المشروع هذا وننقل خبراتنا بعد وننقل المعرفة والعلم اللي كسبناه وأيضا جدير بالذكر أن المشروع هذا حتى المعلومات العلمية نعم. موجودة بغير أي تكلفة لأي شخص بمتناول الجميع بالضبط نعم. يعني هذا شيء جدا نركز عليه مختلف عن المشاريع الأخرى أي حد حاب يدخل الموقع ممكن ينزل كل المعلومات اللي تلتقطها بالفعل هيدي تسجل لدولة الإمارات العربية المتحدة انها اعطت سمحت انه تكون المعلومات بمتناول شكرا لوقتك شكرا